السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج الفريكاد. الفريكاد ده برنامج اوبن سورس تقدر ترسم بيه حاجات كتيرة جدا ومتنوعة زي ما انت شايف. طيب خلينا دلوقتي اقول له مثلا عايز ارسم مكعب على اساس نتعلم ازاي نعمل موف وازاي نعمل روتيت وازاي نعمل اسكيب. طيب حطينا مكعب اهوت. طيب عايز اكرره اقول له كنترول سي في في وهكذا. طيب هاجي هنا بقى في الداتا وابدا اعدل الخصائص بتاعته. يعني انا لو عملت سيلكت على اول واحد دوت اقدر اجي هنا واقول له غير الاسم بتاعه وخليه كيوب مثلا، كيوب كيوب تمام، اي اسم. طيب تقدر تعدل في الخصائص بتاعته، خلي مثلا ده 5 5 5. طيب لو انت عايز بقى تعدل تقول له في البليسمنت ممكن اقول له خليه بزاوية مثلا 45 تمام اهو. نعمل سيلكت مثلا على دوت واقول له ده بزاوية 45 بالشكل دوت، وفي الاكسات 5 5 بحركه في كل اكس شوية. طيب ده على سبيل المثال. طيب في البوزيشن، بوزيشن يعني امر موف، هقول له مثلا انقل ده مثلا 13 13 13. يبقى تقدر تيجي على المكعب دوت ده 10 10 10. طيب تقول له بقى 10 10 10 بقى بالشكل دوت. وده مثلا ممكن تعمل عليه سيلكت وتقول له 10 10 وهكذا. فتقدر تتحكم في العناصر بتاعتك كلها من خلال الداتا والقيم اللي موجودة هنا. تقدر تعدل الحجم، تقدر تعدل الزاوية، تقدر تعدل تعمل موف روتيت زي ما انت عايز.